واحد بيقول انا متزوج من سات سبع، من مشاهدي سات سبع، بيقول انا متزوج من 4 سنوات وبعد عام من الزواج سافرت للعمل للامارات، وبسبب خلاف عائلي مع اهلي اخذت حماتي زوجتي، وعندما رجعت رفضت حماتي تسليمها لي، ماذا افعل؟ انا من رأيي المتزوجين لما يسافروا يسافروا 2 2، لكن ما يسافرش ويسيب مراته. ده بيقول متجوز 4 سنوات وبعد عام من الزواج سافر، يعني قعد 3 سنوات سايب مراته، وده يا ابني كلام حد يوافق عليه؟ يسيب مراته 3 سنوات يعني متجوز بالانتساب مش بالواقع العملي. مفروض تسافر تاخد مراتك معاك، ولما تاخد مراتك معاك حماتك مش هتقدر تعمل لك حاجة، فانت سبتها لحماتك. تحاول تكون علاقة جديدة وتقول لحماتك يعني انا اخدها معايا وما سيبهاش الا تاني، وانا غلطان اللي سبت مراتي المدادي، وانا كنت طوال 3 سنوات بفكر فيها ومش لو كنت كذب صحيح مش عايزك تضحك على حماتك. هو الستات بيعجبهم الكلام الحلو حتى لو كان